السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا أول درس تعبير للصف الثالث الابتدائي. طيب أول درس في التعبير عندي هيتكلم على إيه؟ هيتكلم على اللافتة. طيب إيه هو التعبير؟ هو إن أنا بعبر عن حاجة جوايا، بعبر عن مشاعر جوايا، بعبر عنها بإيه؟ بعبر عنها بكلمات وجمل. طيب عندي أول حاجة، حاجة اسمها اللافتة المصورة. اللافتة المصورة إيه هي اللافتة المصورة؟ هي عبارة عن جملة أو عبارة مختصرة ترشد أو تحفز أو تحذر أو تنبه على شيء ما. يبقى هي جملة أو عبارة مختصرة. يعني إيه مختصرة؟ يعني مش كلمات كتير، كلمات قليلة. ترشد بترشدني الحاجة اللي ترشدني لأهمية الحفاظ على النظافة، أو تحفز بتحفزني مثلا للقراءة إن أنا أقرأ كتير، أو تحذر تحذرني مثلا إن أنا ألقي الكمامة، أو تنبه بتنبهني على شيء ما. في اللافتة دي يجب مراعاة ايه؟ يجب مراعاة ان يكون المضمون واضحا ومختصرا. لازم يكون مضمون العبارة واضح ومختصر. تاني حاجة سهولة الكلمات، ان الكلمات تكون سهلة وبسيطة، يعني ما جابش كلمات صعبة. تالت حاجة حسن الخط، ان يكون خطي واضح. رابع حاجة استخدام علامات الترقيم، ان انا استخدم علامات الترقيم في الكتابة. يعني مثلا لو بتكلم على جملة احط نقطة، لو جملتين احط ما بينهم فاصلة، لو اسلوب تعجب احط علامة التعجب، ولو اسلوب استفهام اضع في الاخر علامة الاستفهام. بعد كده بيجي وضع صورة تعبر عن مضمون اللافتة. ليه؟ عشان اسمها لافتة مصورة. يعني انا ممكن في الامتحان هو السؤال يجي لي فيه صورة يقول لي عبر عن الصورة بلافتة، او ممكن كمان يقول لي ايه اكتب لافتة عن كذا موضحا ذلك بصورة. يبقى انا هكتب ايه؟ هعمل جملة واجيب صورة. طيب تعالوا نشوف امثلة. بيقول لي عبر عن الصورة بكتابة لافتة. عندي ايه؟ دي عندي بنت بتغسل اسنانها، فاقول لها ايه مثلا؟ ممكن اقول ايه؟ دي هنا بيتكلم عن النظافة، فممكن اقول مثلا جملة بسيطة اقول ايه؟ النظافة من الايمان، النظافة من الايمان، كده لافتة. يبقى انا كده لفت نظري ان النظافة من الايمان. طيب نشوف تاني صورة. عبر عن الصورة بكتابة لافتة مناسبة. طيب ده ايه؟ ده ولد نايم. ده ايه؟ ده ولد نايم بدري. فهو ممكن اقول له ايه؟ هقول له نم مبكرا واستيقظ مبكرا، نم مبكرا واستيقظ مبكرا. ادي ده هنا ده اسلوب امر وحطيت في الاخر نقطه. طيب ممكن اشوف ايه تاني؟ لو مثلا ده عندي ولد، ده عندي ولد بيعمل ايه؟ ده هنا ولد بيقرا، فممكن يكون اللافته ايه؟ قول مثلا ايه؟ ممكن اهتم بدروسك لو مثلا بيذاكر، او ذاكر دروسك، او مثلا هنا لو بتكلم على القراءه فاكتب ايه؟ اكتب لافته القراءة للجميع، القراءة للجميع. كده درسنا النهاردة خلص، اتكلمنا فيه على اللافتة وقلنا اللافتة هي عبارة عن جملة مختصرة، يعني كلمات قليلة، 3-4 كلمات بالكثير، مش هكتب جمل كثير قوي او كلمات كثير قوي. لازم يكون الجملة دي لازم تكون معبرة، لازم تكون معناها واضح، لازم يكون الكلمات فيها سهلة وبسيطة مش كلمات صعبة، ولازم يكون خطي وانا بكتبها كويس، وفي الاخر اضع علامات ترقيم، وفي الاخر لازم احط الجملة في اطار. لازم في الاخر اضع الجملة في اطار، زي الاطار ده كده اكتم اعمل مثلا مستطيل واحط جملة جواه. وكده خلاص درسنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.